السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم وأوضاعكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. موضوع جديد من مواضيع حياتي في سويسرا. كثير من الناس سألوني وطلبوا مني ننسي مقطع فيديو للي بيجوا عن طريق برنامج إعادة توطين. شو بصير معهم هون بسويسرا وشلون بدنا يعيشوا و و و مبدئيا بدنا نحكي شلون بيدخل اسمك برنامج إعادة توطين وشو بصير معك بس تجي على سويسرا بالسلامة إن شاء الله، وبعطيك أهم النصائح. تمام؟ رح نبلش بالمختصر منشان ما نطول عليكم ويضيق خلكم مني بعدكم ويضيق خلكم دغري من الطارق. أول شيء، البرنامج إعادة توطين هو عن طريق الأمم المتحدة عائلات أشخاص غادروا بلدهم بسبب الحرب، بسبب أزمة، أو شخص لحاله أو عائلة مهددة من طرف، من جهة، من ميليشيا، من عصابة، من الدولة، من نظام، من أي شيء مهددة ما فيها تعيش بلدها، بتلجأ على بلد تاني، بتسجل بالأمم، بيعطوه مساعدات شهر، شهرين، سنة، سنتين، بتصير الأزمة طويلة وما لها حل، فبيدخل اسمه ببرنامج إعادة توطين وبيصيروا الملف تبعه يدور على البلدان المخولة مثل كندا، أستراليا، أمريكا والدول الأوروبية واو. بس يدخل اسمه، بيجي الموافق عليه، بيتصلوا فيه، إجا بتحب تسافر؟ إيه بحب سافر. عندك مقابل اليوم الفلاني، المقابل اليوم الثاني، أوكي. عندك فحص طبي، عندك سفر، إن شاء الله بالسلامة صار سفره وصل على سويسرا. بسويسرا هون صعبة، البلد صعبة، يعني قوانينها صارمة وسلاحهم المال، يعني أي شيء بتعمله هون ما في سجن، ما في ضرب، ما في فلقة. هون بالمصاري تدفع غرامات، إلا اللهم إذا كان في شغلة كبيرة بصير فيها سجن. تجي لهون عكم أمني، حاليا كورونا بيعمل لك حظر، فحص، فحوصات طبية، ما عليه شيء، بيطلعوا مقابلة، بصم، صور، إجراءات، بعدين بيطلع كم مفتوح. كم المفتوح؟ بدك تعيش حياة مشتركة، مو 100%، يعني 70%، يعني غرفتك مستقلة فقط، أما الحمامات مشتركة، المطبخ مشترك. هلأ عم يجهزوا كامبات أو هايمات بيصير فيها مثل شقق صغيرة، غرفة ومطبخة أو غرفتين ومطبخهم، عم يجهزون بس مو بكل الكانتونات. ما بتاكل هم بس تصل لهون، ما بتاكل هم إلا اللهم إذا الشخص هو نكدي ما بيعجبه العجر. تمام؟ يعني وانت تكون مشحر، بيكون ملتعن السلاح تبع اللي نفضه بهذيك البلاد، خارج بلده لاجي على بلد تاني، منهار عم يشتغل يعني كل يوم 15 ساعة وبينصف الأجرة بس مشان يعيش، بس يجي لهون بدك تكون قوي وتحسب حساب لورا انك انت كنت هيك. اليوم مو مطلوب منك شيء، بعض إجراءات اولها صعبة، بدك تكون قوي. بيأمنوا لك مدرسة، بيأمنوا لك سكن، لباس، مأكل، مشرب، تدفئة، اي شيء، طبابة، تعليم، اي شيء، كل شيء موفر لك انت، يعني افضل حال بالنسبة للاقامات. ابو اللي بيجي عن طريق الامم بياخذ اقامة بي، بيطلع لك كورسات اكثر، مدرسة، بيطلع لك مصاري اكثر، المساعدات الشهرية بتنزل اكثر. يعني ابو الاف انا باخذ 400 فرنك بالشهر، ابو البي بياخذ 800 وفي كانتونات 900، يعني موضوع البي هذا يعتبر مدلل. تمام؟ بس مو كمان يتدلل هو ويتمخطى. هاي يعني كل شيء بيتهيالك بس انت بدك تكون متعود. رح اعطيكم اهم النصائح بالنسبة للي بيشوا عن برنامج إعادة توطين. اهم شيء بس يقولك انت جاي على سويسرا ويحددوا لك الكانتون اللي تيجي عليه. طبعا بس لك الكانتون الفلاني رح تعرف انت اللغه تبعه، لان بسويسرا في 4 لغات معتمدين. اجيت على الكانتون الالماني
بس يقول لك الو انت رايح على بيرن او على زيورخ او على بازل الكانتون الماني، بتسكر التليفون من هون اذا كنت مجتهد وبتفتح يوتيوب تتعلم الماني. لو صباح الخير مساء الخير خاطرك مع السلامه الكلامات، اي كلام تتعلمه هذا ممتاز. بدك تتعلم لانه اللغه هي الوحيده اللي تخليك تصمد وتقوى اكثر. من اجل والله مرحبا كيفك، في مجال تترجم لي هالورقه، تترجم لي هالبوست، او بدي اروح على المكان الفلاني ما بعرف. اللي بيعرف لغه تنفتح له باب اوروبا كلها. ليش؟ بدي اروح على الدكتور، وين دكتور؟ بس يقول لك الدكتور بالمكان الفلاني، تكمش الانترنت تك تك تكتب بيطلع لك الدكتور. شلون بدي اروح عليه؟ تك تك بيقول لك بتروح بالباص هذا، تنزل مكان الفلاني، تاخذ قطار تاب، كله موجود، بس بدك تتعلم لغه. اقول لك على الكانتون الفرنسي، تعلم فرنسي مباشر، بس تسكر السماعه دغري تعلم، لا تستغل وقتك. بتجي لهون تتعلم تتمرس بتتذكر. هاي افضل شيء، والاحلى من هيك واللي بيخليك صامد انك تتعاون مع الدائره المحيطه فيك. يعني انا مسؤول عني شيف او شيفه، المسؤول عني مباشر، هاد لازم ما تزعله. طبعا هو ما راح يطلب منك يعني مطالب خرافيه، لا، يعني بدك انه عليك هالمدرسه، بروح على المدرسه، تاخذ كرباص، عليك موعد تحضره، مو تتأفف والله مدرسه والله، بس تتأفف وكذا بصير يعصلج معك الامور. الشيف حط احتاطي، ما حط احتاطك الشيف، الشيف موجود ليخدمك، هذا المسؤول الاجتماعي موجود ليخدمك، هو موظف لخدمتك، بس يعني عليك واجبات ولك حقوق، اعمل واجباتك وخذ حقوقك. تمام؟ اهم شيء انك انت تكون متعاون. انا الشيف المسؤول عني كان مسؤول عن عائلتين اصدقائي، العائلتين على طول يسبوا عليه، والله ما في اطيب منه، بوجه له تحيه، الشيف جيبر، يعني انسان 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 يعني انسان، هو بمعنى الكلمه انسان، مع انه ما بدنا نحكي، المهم انسان الزلمه معي، ما بقول له عشان اللي بدي تكرم. صديقي نفس حالتي نفس امور، بس يطلب منه طلب ما بيعطي، بيجي لك عم يسبسب عليه، بس في تقصير من صديقي، انا ما قصرت معه، تعال عندي مش قادر عليك كذب، عندك موعد مع المدرسه بتروح، موعد مع الاولاد بتروح، موعد بروح، مو والله ما بروح بالاخير بدي. فاهم شيء انك تتعاون مع الدائره المحيطه عليك محيطه فيك، تعلم اللغه، اللغه بتفتح لك كل شيء كل شيء. بدنا نعطيكم ملاحظه للاخوه والاخوات اللي بتراسلوا معي على الخاص، سواء على انستغرام او على الماسنجر فيسبوك، اذا شغله حساسه ما بتنطرح على البث المباشر او على التعليقات، بنفوت على الخاص بنحكي وما عندي مشكله، بس بشرط تكتب حاجتك مباشره، مو والله مرحبا بطارق، السلام عليكم بطارق، بستنى، وتكتب لي اخي عم راسلك انا ليش ما ترد علي؟ ما برد عليك، وتكتب لي السلام عليكم بقول لك بقلبي وبقول لك وعليكم السلام، بس ما بكتب لك، ما بتواصل معك، لتكتب حاجتك، اذا حاجتك ملحه وموجوده، انه معقوله، مو معقول نطرح الموضوع هذا قدام الناس، والله من عيني هي بلاي. اما والله بدي اسالك على القانون الفلاني، عن الاحوال بسويسرا، انا والله وقتي مو ملكي كمان، عندي 100 قصه وقصه. وهي البرنامج اللي عم نحكي عليه او الحلقه اللي بنحكي عليها هي، اذا في نقاط ما عرفتوها، عندنا بث مباشر كل يوم سبت الساعه 8 توقيت سويسرا، كل يوم سبت، اذا ما صارت حاله وفاه او انا مرضت او تعبت ما بقطع البث المباشر، خدمه للناس مو جايني منها شيء. نطلع بنحكي 40 50 دقيقه 60 دقيقه واكثر، نشرح وبنحكي اي شيء بدكم اياه، تفضلوا معنا على البث المباشر في اليوم سبت الساعه 8 توقيت سويسرا، والخاص للخاص، يعني اذا حاله محرجه ما بتنطرح على العالم. بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات، ومن هون لموضوع جديد، او بيخطر على بالكم شيء بدكم معلومات، اي شيء بنعمل عليه على الحلقه او على البث المباشر، من هون لموضوع اخر حلقه جديده، اترككم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.